أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن الحديث حول مصير أهل السنة في إيران وكذلك مصير الأحواز في عهد إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد. مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا عبر سكايب الدكتور صباح الموسوي، رئيس المؤسسة الأحوازية للثقافة والإعلام. دكتور الموسوي، تحية لكم. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بكم. في البداية دكتور صباح، ما الذي يمثله انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران في هذه المرحلة بالنسبة لأهل السنة في إيران وأيضا للأحواز بشكل خاص؟ خلال العقود الأربعة الماضية من عمر النظام الإيراني أو نظام حكم الملالي، والرؤساء الذين يعني استلموا مناصب رئاسة الجمهورية، ثبت أنهم جميعهم ينتهجون نفس المنهج ونفس المواقف السلبية الظالمة المنتهكة لحقوق أهل السنة عامة ولعرب الأحواز خاصة. لم نشهد فرقا كبيرا بين الرؤساء الذين تتابعوا على منصب رئاسة الجمهورية في إيران، ما عدا، وهذه للأمانة التاريخية، أنه في عهد محمد خاتمي كان هناك انفتاح لعامة الإيرانيين، حصل بعض الانفتاح. نعم. وقد استغل الأحوازيون وأهل السنة هذا الانفتاح الذي هو منهج عام كان لدى خاتمي وليس خاصا بأهل السنة أو بعرب الأحواز، لكن ما عدا ذلك فكانوا كل الرؤساء الذين تتوالوا على منصب رئاسة الجمهورية كانوا منتهكين لحقوق أهل السنة ولعرب الأحواز وللأكراد ولسائر القوميات. الموضوع ليس موضوع رئيس جمهورية، رئيس الجمهورية هو يعني قد يكون أضعف الحلقات في هرم السلطة الإيرانية. هناك منهج الدولة الإيرانية، منهج حكم رجال الدين، هذا المنهج قائم على انتهاك حقوق القوميات والشعوب غير الفارسية وحتى الفارسية أيضا، يعني حتى الشعب الفارسي. طيب دكتور صباح، لو تحدثنا عن لو تحدثنا عن إبراهيم رئيسي بالتحديد، وهو قد أعطى بعض الوعود لأهل السنة فيما يتعلق ببعض المناصب أو ربما بناء مسجد في طهران، كيف تابعت ورأيت هذه الوعود؟ هذه الوعود سمعنا ما هو أعلى منها في عهد حسن روحاني، أيضا أعطى وعودا، هذه كانت وعود انتخابية، وكان محمود أحمد نجات أيضا، وكان الأفضل من بين السيئين هو يعني محمد خاتمي، ولم يستطع أن يحقق شيئا لأهل السنة أو للشعوب غير الفارسية أو لعرب الأحواز. لم يستطع خاتمي أن يبني مسجدا لأهل السنة في طهران، لم يتجرأ لأنه ليس رئيس الجمهورية صاحب القرار في ذلك، هذا قرار بيد المرشد الأعلى علي خامنئي وبيد مراجع الحوزة في قوم. ولذلك عبر السنوات الماضية ذهب العديد من النواب السنة في البرلمان الإيراني من الأكراد ومن البلوش ومن التركمان وغيرهم، ذهبوا وطرقوا باب مراجع الحوزة الدينية في قوم وطلبوا منهم أن يعني يشجعوا الحكومة ويدعموا قرار الحكومة ببناء مسجد، هذا في عهد خاتمي. فاشترط بعض المراجع الشيعة في قوم، قالوا إذا تم الموافقة على بناء حسينية في مكة أو حسينية في الرياض فسوف
يعني نسمح ببناء مسجد لأهل السنة في طهران، يعني شرط تعجيزي. ولماذا كان فكرة الوعود لأهل السنة ببناء مسجد أو ببعض التسهيلات في تقلد بعض المناصب في الدولة الذي على إثره ساندته الكتلة السنية في البرلمان الإيراني؟ هو حتى نكون واقعيين شوية، أولا اعتراف رئيسي بأنه سوف، أو وعود رئيسي بأنه سوف يبني مسجدا في طهران لأهل السنة، فهذا دليل واعتراف من قبل الحكم الملالي على أنه لا يوجد مسجد لأهل السنة في طهران. ودائما الحكم ينفي هذا، والمؤيدون أو المناصرون أو أتباع النظام الإيراني في بعض الدول ومنها منظمات إسلامية تدعي أنها إسلامية طبعا دائما تنفي وتقول لا يوجد في طهران مسجد لأهل السنة وكذا. فجاء إبراهيم رئيسي واعترف بعظمة لسانه أنه لا يوجد مسجد وأنه سوف يبني مسجد. الأمر الثاني أنه النواب الذين يدخلون في البرلمان الإيراني إن كانوا عرباً أو كانوا سنة أو أكراداً أو بلوش، هؤلاء لا يمثلون شعوبهم ولا يتكلمون، وهم ليسوا ناطقين باسم الشعوب الذين هم جزء منها، هم يذهبون بصفتهم الشخصية. البرلمان لا يتكون أو غير مكون على أساس إثني أو على أساس يعني سيد المساوي تقصد بأنه هناك حالة عدم انسجام وتباعد بين البرلمانيين السنة في برلمان الإيراني وبين غالبية الشعب أو غالبية السنة في إيران؟ لا لا، هذا أمر واقع. يعني نعم، البرلمانيون السنة إن كانوا أكراد أو بلوش أو تركمان أو فرس أو عرب، فهؤلاء يعني هم أدوات عند النظام الإيراني، لا يمكن يسمح لهم أن يعني يصبحوا أعضاء في البرلمان إن لم يكونوا قد اجتازوا مرحلة يعني أن يكونوا جزء من النظام. هناك لكن من الذي أتى بهم هؤلاء؟ نعم، من الذي أتى بهم؟ عفواً لو سمحت لي، تفضل. مجلس صيانة الدستور هو الذي يشرف على الانتخابات وهو الذي يزكي المرشحين، فأي مرشح إذا لم يزكى من قبل مجلس صيانة الدستور لا يمكن أن يشارك في الانتخابات. ومجلس صيانة الدستور لا يزكي إلا الموالين للنظام، ومن يوالي النظام لا يمكن أن يخدم أهل السنة أو يخدم العرب عامة، يعني هو يخدم النظام بالتالي. يعني من جاء بهؤلاء إلى هذه المناصب في البرلمان ليس الشعب، ليس أهل السنة في إيران، وإنما جاء بهم النظام الإيراني لكي ينفذ أجندته. وبالتالي السؤال الذي يأتي بعد ذلك دكتور المساوي، هل القاعدة السنية في إيران شاركت في انتخاب رئيسي؟ هل كان لها دور واضح بارز في هذه الانتخابات؟ ثبت من خلال اعتراف النظام نفسه أن الأصوات الباطلة في صناديق الاقتراع كانت أكثر من الأصوات الصحيحة. هذه الأصوات الباطلة التي تعد بالملايين، هذا الذي أدلى بصوته الباطل كان يعبر عن احتجاجه واعتراضه
على سياسة الدولة. هناك تهديد للناس، هناك ترغيب وتهديد، تهديد شديد طبعا، أن الذي يشارك في الانتخابات سوف تسحب من البطاقة التموينية، سوف يحاسب. لكن دكتور صباح، حسب الناس نعم تخاف. نعم، حسب التصريحات الرسمية، من الأصوات الباطلة حوالي 4 ملايين صوت، وانتخب رئيسي حوالي 18 مليون. ما الذي يعنيه ذلك؟ عامة يعني أنت أمام نظام تعود على الكذب على الشعب والشعوب في إيران، نظام عند الدعاية والبروباغندا جزء من عقيدته ومن أسلوبه، فبالتالي كل المؤشرات والاعترافات اللي ظهرت على لسان عدة مسؤولين تقول إن الأصوات الباطلة كانت أكثر من الأصوات السليمة أو الأصوات الصحيحة. رئيسي قبل 4 سنوات شارك في الانتخابات ولم يأتي إلا بمليون أو مليونين صوت فقط، فماذا حدث وماذا قدمه رئيسي حتى يحصل فجأة بعد 4 سنوات على كل هذه الأصوات يعني؟ طيب دكتور مساوي، تحدثت عن خاتمي وأن كان هناك بعض يعني الإصلاحات بشكل أو بآخر. اليوم بين الإصلاحيين كما يطلق عليهم وبين المحافظين، ومع انتهاء عهد الإصلاحيين أو ما يطلق عليهم ذلك بذهاب حسن روحاني بعد 8 سنوات وبانتخاب رئيسي المقرب من المرشد علي خامنئي، ما هي ملامح المرحلة المقبلة بالنسبة لأهل السنة وبالنسبة للأحواز؟ كما قلت في بداية كلامي أن من يحدد التعامل مع أهل السنة ومع الشعوب غير الفارسية عامة ومع عرب الأحواز، هذه سياسة يحددها المرشد الأعلى وتحددها الدولة العميقة والمرجعيات الدينية في حوزة قم، وهؤلاء كلهم يعني ثبت منذ بداية انتصار الثورة الإيرانية وقيام حكم الملالي إلى هذا اليوم أن هذه الجماعات وهذا المرشد وهذه الدولة لا تريد أن تقدم حق من الحقوق لأهل السنة أو للشعوب غير الفارسية أو لعرب الأحواز. فنحن لن نتأمل خيرا برئيسي، بل هناك تخوف شديد من أن يزداد القمع بحكم أن رئيسي له تاريخ يعني عريق في الإعدامات وفي القتل وفي الإجرام وبحق أهل السنة والعرب خاصة. نعم، بهذه المناسبة العفو الدولية قالت إن من المظاهر المأساوية للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران أن يحوز إبراهيم رئيسي على منصب رئيس الجمهورية في إيران بدلا من محاكمته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والإخفاء القسري والتعذيب. رئيسي بهكذا ربما تاريخ أسود من الجرائم ضد معارضيه، ما هي خيارات أهل السنة في التعامل مع هذه المرحلة المقبلة دكتور صباح؟ أهل السنة في إيران يعني مع الأسف أنه لا توجد مؤسسة يعني إسلامية كانت عربية أو دولية تدافع عنهم، ولا يوجد من يتبنى قضيتهم أو قضاياهم عامة. أهل السنة هم الأضعف، الحلقة الأضعف في المعادلة داخل إيران بحكم أنهم
ليس لهم داعم خارجي، ليس لهم كما لدى الشيعة في البحرين أو الشيعة في العراق أو الشيعة في إيران. هناك دولة وهناك حوزة علمية تدعم، هناك إيران تدعم، والحوزة في النجف تدعم، والحوزة في قم تدعم كل الشيعة وتتبنى أمورهم عامة. لكن أهل السنة والعرب في الأحواز مع الأسف لا توجد لديهم مؤسسات عربية أو إسلامية تدعم حقوقهم وتسندهم في مواجهة الاضطهاد والظلم الذي يمارسه النظام حكم الملاي. نعم، وسط هذه بالتالي سيكون حال أهل السنة كما كان. نعم دكتور صباح المساوي، رئيس المؤسسة الأحوازية للثقافة والإعلام، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا.